صحيت من النوم مفزوع من اللي شفته في المنام. شفت تعبان كبير جدا واقف قدامي وبيحاول ياكلني، وانا عمال احاول امشيه بضربه باي حاجه مقابلاني، بس هو مش عايز يسيبني. وقدر فعلا يوصل لي، فتح بقه على الاخر ودخلني فيه. كنت حاسس بلزوجه وسخونه جامده، انا كنت بحس بكل حاجه وكانه فعلا بلعني، لدرجه اني شفت الماده اللي بتحلل الجسم عشان يتهضم وهي جايه عليا. حسيت بجسمي فعلا وهو بيتحلل، وكاني واقع في طاسه زيت بتغلي، او كان حد بيشويني على النار. الغريبه ان كل حاجه فيا كانت موجوده الا بقي، مش كان مقفول او انا مش قادر اتكلم، لا ما كانش موجود اصلا، مكانه كان فاضي. بعدها لقيت نفسي بقيت هيكل عظمي، والهيكل العظمي برضه كان بيتحلل. الغريبه كمان ان عظم الفك ما كانش موجود. بس الحمد لله صحيت من النوم، طلع ان كل ده كان حلم. بس لما صحيت لقيت نفسي في الاوضه، لقيت على جسمي نفس الماده اللزجه اللي كانت موجوده في الحلم، كانت على ايديا ورجليا. ساعتها قمت جري على الحمام، اخدت دش ونزلت الماده دي، بس لما كانت بتنزل كانت بتختفي. يعني المفروض ماده زي دي لما تنزل على الارض تبقى باينه، وخصوصا ان لونها كان اسود، بس هي كانت بتنزل مع الميه على جسمي، واول ما توصل للارض كانت بتختفي. خرجت من الحمام وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل، يعني اللي حصل ده كان حلم ولا كان حقيقه. وانا ماشي وبفكر لقيت اختي نادى في وشي. صحيح انا دخلت في التفاصيل على طول من غير ما اعرفكم على نفسي. انا اسمي ناصر، عندي 32 سنه، لسه ما اتجوزتش، ابويا وامي ميتين، وعايش انا واختي الصغيره ندى اللي عندها 16 سنه، عايشين لوحدنا، ملناش غير عمتي كل فتره بتيجي تطمن علينا. نرجع بقى مرجوعنا لموضوعنا. لما خرجت من الحمام لقيت اختي ندى في وشي، لقيتها بتقول لي: ايه يا ناصر مالك، شكلك مخطوف كده ليه؟ معلش يا ندى، اصل شفت كابوس وحش قوي، لكن الحمد لله مفيش حاجه. خير، اللهم اجعله خير، استغفر انت بس ربك ومفيش حاجه ان شاء الله. استغفر الله العظيم. بقول لك ايه صحيح، هو انت قاعده ليه النهارده؟ انت مش عندك مدرسه؟ اصل صحيت من النوم تعبانه فما قدرتش اقوم من على السرير فكملت نوم. انت مدلعه يا ندى، وانا اللي مدلعك، بس هعمل ايه؟ ما بعرفش اعمل لك حاجه. يلا انا هدخل احضر الفطار. وسبت ندى ودخلت عشان احضر الفطار، بس انا ما كنتش عارف اشيل من دماغي المنظر اللي شفته في الحلم، ولا عارف ابطل الاحساس اللي حاسه على جسمي. فجاه حسيت ان في حد واقف ورايا، فقلت: ايه اللي جابك يا ندى؟ انا مش قلت لك هحضر انا الفطار؟ روح انت جهزي الترابيزه. لكن ما كانش في حد بيرد عليا، فلفيت وشي لورا ما لقيتش حد، بس انا متاكد ان في حد ورايا. انا حسيت بنفس. هو انا اعصابي تعبانه للدرجه دي؟ بس برضو ما رضيتش اركز في الموضوع. خلصت تحضير الاكل وطلعت عشان اخرجه، لقيت ندى اختي بتجهز الترابيزه، فقلت لها: ندى، هو انت دخلتي لي المطبخ دلوقتي؟ لا يا ناصر، ما انا عارفه انك بتحب تحضر الفطار بنفسك وبتزعقلي لما بدخل، فقلت احضر انا الترابيزه هنا. فكلمت نفسي: يبقى انا فعلا كان بيتهيألي. ايه؟
انت رحت فين يا ناصر؟ في حاجة ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجة، اقعدي عشان ناكل. برضو موضوع الكابوس ده شكله كده هيأثر عليك. لا لا مفيش حاجة، وفطرت انا واختي وقمت لبست عشان انزل الشغل، وانا ماشي قدام المراية لمحت حاجة سودة واقفة ورايا، فرجعت ثاني بسرعة ابص للمراية لكن ما لقيتش حاجة. هو في ايه بقى؟ شكلك هتتجنن يا ناصر ولا ايه؟ خرجت من الأوضة وسلمت على ندى، قلت لها بلاش لعب على الفيس، وانها تقعد تذاكر، وانها لازم تعوض اليوم طالما ما راحتش المدرسة، وبصتها في دماغها وفتحت باب الشقة. لكن الغريبة لما فتحت باب الشقة لقيت وراه حيطة، وقفت وتنحت مش فاهم في ايه. قدامي في حيطة بس كانت حيطة غريبة، وكأنها مبنية من سنين كتير، كان طوب احمر قديم وعليه تراب كتير. حطيت ايدي على الحيطة وانا مش فاهم ايه ده، ولا ازاي الحيطة دي جت هنا. لقيت ندى بتقول لي ايه يا منتصر انت واقف كده ليه؟ انتي مش شايفة الحيطة اللي قدامي، هخرج ازاي؟ وايه اللي جاب الحيطة دي هنا؟ ساعتها لقيت ندى بتبصلي باستغراب وبصت ورايا على باب الشقة، بلف وشي تاني ما لقيتش حيطة، باب نفسه كان مقفول، فقلت ايه ده بقى؟ ازاي انا فتحت الباب بنفسي وكان وراه حيطه سداه، حتى كان شكلها قديم. انت شكلك يا ناصر مرهق قوي، ما بلاش نزول الشغل النهارده ويريح اعصابك. لا لا انا مش مرهق ولا حاجه، يمكن بس كان متهيألي. خلاص انا نازل، سلام. وخرجت فعلا وقفلت باب الشقه ورايا. احنا قاعدين في الدور الثالث، وانا مش بحب انزل في الاسانسير، اكتر من مره كان بيعطل وبيعطلنا عن الشغل، فبطلت ان انزل فيه. لما وصلت للدور الاول، وده الدور الوحيد اللي ما فيهوش سكان ودايما بيكون ضلمه، انا نفسي بترعب منه، ولما باجي عنده سواء طالع او نازل باخدها جري على طول. بس المرة دي سمعت حركة في الشقة من الشقتين اللي في الدور ده، وقلت في نفسي يا مسهل حد هيسكن أخيرا وهيبقى في ونس في الدور. ببص على باب الشقة لقيت قفله متشال وباب الشقة مفتوح، زقيت الباب ودخلت. أول ما دخلت الشقة لقيت الباب اتقفل عليا بالقفل. أنا كنت سامع الصوت تخبيط القفل بره. الدنيا جوه كانت ضلمة جدا رغم اننا كنا بالنهار، والشقة ما فيهاش شبابيك، يعني ما كان الشبابيك مش مقفول، بس الدنيا بقت ضلمة جدا وكأننا في عز الليل. ساعتها لقيت الارض بتقع من تحتية وبيظهر حفرة كبيرة جواها ظلمة، بس اللي كان بيبينها لي ضوء او نار جاية من قعرها. لفيت تاني بسرعة وحاولت ان افتح الباب، سمعت ساعتها حد بيكلمني وبيقول لي ما تحاولش تهرب، انت ملكي وملكي انا لوحدي. انا سمعت الصوت ده، كان صوت انساوي، ما كانش مخيف زي ما البعض هيتوقع، بس الجو كله كان مخيف. الصوت ده رعبني جدا، وخصوصا اني ما كنتش شايف حاجة غير الحفرة دي. حاولت ساعتها اني اجمع قوتي وارد على الصوت، بس هرد على مين؟ انا شكلي فعلا اتجننت. في الوقت ده سمعت الصوت تاني بيقول لي لا يا ناصر انت ما اتجننتش، انت سامعني
وانا بكلمك فعلا، وزي ما قلتلك انت ملكي. ساعتها خرج مني الكلام بالعافية وقلت انت مين وعايزة مني ايه وموجودة فين؟ انا مش شايفك. انا الاول عايزاك تهدى وما تخافش، انا مش هأذيك، انا بحبك، بس لو حاولت تهرب مني هتشوف اذى ما شفتوش في حياتك. اهدى اهدى ازاي وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل لي، واهرب منك ازاي وانا محبوس هنا؟ بعد كده فجأة لقيت الحفرة اتقفلت، بس الدنيا كانت لسه ضلمة، مفيش الا نور خفيف جدا جاي من اوضة من اوضة الشقة. فمشيت تلقائيا ناحية الاوضة دي، فتحتها لقيت جوه خيال واحدة واقفة فيها. انا ما كنتش عارف هي مدياني ظهرها ولا مدياني وشها. كنت عايز ادخل وفي نفس الوقت خايف، جسمي كله كان سايب. سمعت الصوت تاني بيقول لي تعال يا منتصر قرب مني، قلت لك ما تخافش. انت مين وعايزه مني ايه؟ وابتديت اقرب منها. فجأة لقيت في النور في الاوضه مشاعل زي اللي بنشوفها في الافلام القديمه وفي افلام المغامرات الاجنبي. المشاعل دي ولعت على حيطان الاوضه. ساعتها ظهرت قدامي بنتي جميله جدا، انا ما شفتش في جمالها قبل كده، لدرجه اني سرحت في جمالها. بقي ساعتها اتفتح على الاخر وما بقتش مركز في الجو المخيف اللي حواليا. كل اللي كنت مركز فيه هو جمالها. بشرتها كانت بيضة جدا، مش شحبة، لا ده بياض، وخدودها كانت حمراء، وعينيها لونها اسود جدا، انا ما شفتش حد عينيه بالسواد ده. اما شعرها كان لونه اصفر ذهبي وكأنه بيلمع او كأنه ذهب حقيقي. جسمها كان ممشوق قوي، يعني زي ما بنقول كده ما فيهاش غلطة. كل اللي فيها ده هو اللي انا كنت بدور عليه في البنت. ابتديت ساعتها افوق على صوتها وهي بتقول لي عجبتك ولا ايه؟ طبعا عجبتني جدا قوي. اكيد انت مش بني ادم، مفيش بني ادم بالجمال ده. مين انت واسمك ايه؟ وبجد انت عايزه مني ايه؟ فردت عليا وقالت لي سيبك انت اذا كنت بني ادم ولا لا، انا اسمي الحقيقي مريم، بس انا هسمح لك تندهلي باي اسم تحبه، وعايزه منك انك تحبني. انا بحبك وعايزاك تكون ليا واكون ليك على طول، يعني نتجوز. كلامها ضحكني جدا. مين دي اللي ولا اعرفها ولا عمري شفتها قبل كده وجايه تقول لي نتجوز؟ فقلت لها عشت الاسامي يا ست مريم، وعايزانا نتجوز كده على طول، انا ما اعرفكيش اصلا. طيب قولي لي على الاقل نتعرف الاول. انا عارفه كل حاجه عنك، عارفه ان اهلك ميتين وانك عايش انت واختك، عارفه كمان انك بتشتغل محاسب في شركه، وعارفه اني ملكش حد في الدنيا غير عمتك، واللي بتيجي كل سنه تطمن عليكم، عارفه كمان انك شايل مسؤوليه اختك من زمان ولحد دلوقتي ما اتجوزتش عشان خاطرها، وعارفه كمان انك بتحب اللون الرمادي
وعارفة إنك مش بتحب اللبس الكلاسيك ولبسك كله كاجوال، وده بيعمل لك مشاكل مع مديرينك. عارفة كمان إنك بتحب الأكل النواشف وبتحب كل أنواع الفاكهة، بس الخوخ ليه عندك معزة خاصة. كفاية كده ولا أقول لك كمان؟ تقولي كمان؟ لا كفاية، ده انت ناقص تقولي لي ألوان ملابس الداخلية. اسود وازرق. لا كده انا خفت، انت مين بجد؟ قلت لك انا اسمي مريم وعايز اتجوزك بس كده. لا مش بس، عمرها ما تبقى بس. انت عرفت عن الحاجات دي كلها ازاي؟ سيبك من ده كله، عرفتي الوان ملابس الداخليه ازاي؟ دي لوحدها كارثه. في الوقت ده ضحكت اللي اسمها مريم دي ضحكه عاليه جدا. الصراحه ضحكتها كانت حلوه جدا، دوختني كمان. انا بحب صوت الضحكه دي. بس هي مين؟ هي فعلا مين؟ اكيد دي مش انسيه، اكيد دي جنيه، مستحيل تكون حاجة غير كده. في الوقت ده سمعت صوتها لكن كان في دماغي وهي بتقول لي خلي بالك انا بقدر اسمع افكارك. انا فعلا جنية بس بحبك ومستعدة اعمل اي حاجة علشانك. بصيت لها وانا مش فاهم ازاي انا سامع كلامها في دماغي، ازاي اصلا انا واقف قدامها ثابت كده بعد ما قالت لي انها جنيه. لكن فجاه لقيت البيت كله بقى يتهز، لقيت نفسي واقف قدام باب الشقه من بره، والباب مقفول بالقفل عادي جدا. هو ايه اللي حصل؟ طيب هو انا بحلم برضو ولا بيتهيألي؟ ساعتها بصيت في الموبايل عشان اشوف الساعة كام، لقيت الساعة زي ما هي وكأني مفيش وقت عدى اصلا. يعني ايه؟ يعني انا ما كنتش جوه الشقة، والحوار اللي دار ده والحاجات اللي حصلت دي على الاقل يعني يكون عدى ساعة، لكن ازاي الوقت هو؟ في الوقت ده حسيت بحد بيزقني ناحية السلم، فقلت مين اللي بيزقني؟ هو في ايه النهاردة؟ لقيت نفسي الصوت اللي بيكلمني قبل كده بيكلمني دلوقتي. امشي يا ناصر، امشي دلوقتي، امشي بسرعة وما تكلمش مع حد في اللي حصل، وخصوصا عمتك، انت فاهم؟ يلا امشي. وفضلت تزق فيا لحد ما فعلا نزلت على السلم. اليوم ده كان غريب جدا من اوله، يعني هاجي واركز دلوقتي في اللي بيحصل. ونزلت فعلا ورحت شغلي. اليوم عدى عادي جدا، كله كان شغل وهدت حيل. بعد كده روحت البيت وانا مش شاغل دماغي غير باللي حصل معايا الصبح. وانا طالع ولأول مرة أقف قدام الشقة المقفولة دي، مسكت القفل بإيدي وقعدت أشد فيه عشان أتأكد إنه مقفول ولا لأ، واتأكدت فعلا. رغم إني كنت بطلع الدور ده جري، المرة دي طلعت بالراحة جدا. وفضلت واقف قدامه شوية بحاول أستوعب اللي حصل، بس مفيش أي حاجة فاهمها. أنا حاسس إني تايه. وقفتي طولت قوي في الدور، حسيت ساعتها بنفس ورايا، لفيت بسرعة لكن ما لقيتش حد. فرجعت تاني أسمع صوتها في دماغي وهي بتقول لي أرجوك يا ناصر اطلع دلوقتي، مش عايزة حاجة تأذيك، اطلع بقى. حاجة تأذيني؟ هو إيه اللي هيأذيني؟ وانتي فين؟ انا
أنا مش شايفك. اطلع يا ناصر، اطلع دلوقتي وأنا هبقى أفهمك. المهم تمشي من هنا، حاول ما توقفش هنا كتير، وزي ما قلتلك وحذرتك قبل كده اوعى تجيب سيرة لعمتك. وشمعنى يعني عمتي؟ هو في ايه؟ انا عايز افهم. يوه، قلتلك هفهمك، وحياة حبك هفهمك، بس دلوقتي اطلع واتحرك من هنا. حسيت بنفس الاحساس بتاع الصبح، حسيت ان حد بيزقني على السلم لحد ما كنت خلاص هطلع. وطلعت فعلا على البيت، فتحت الباب. اول ما دخلت لقيت خيال اسود في وشي ماشي في الشقه خارج من اوضه اختي وداخل على المطبخ. فكلمت بصوت عالي وقلت: ندى، انت بتعملي حاجه في المطبخ؟ ساعتها لقيت ندى خرجت من اوضتها وشكلها كان مرعوب جدا. جريت عليا ودخلت في حضني، عينيها كانت كلها خوف ورعب. فقلت لها: ايه يا ندى، مالك؟ في ايه؟ ووشك ابيض كده ليه؟ وجسمك ماله بترعش كده ليه؟ فردت عليا وقالت لي: كان عندي في الاوضه وقعد يوقع الحاجه ويضحك بطريقه تخوف. كان عمال يقول لي: هموتك. وفجاه جري ناحيه الباب. لا، ما جريش، ده كان بيطير، ملوش رجلين، ما كانش دايس على الارض. خرج من الباب وهو مقفول. انا خايفه يا ناصر، خايفه قوي. اهدي بس يا ندى، هو في ايه النهارده؟ لا، احنا لازم نشغل قرآن. ومشيت ناحية التلفزيون عشان اشغل قناة من قنوات القرآن. اول ما وصلت الريموت ومسكته في ايدي لقيت الكهرباء قطعت. سمعت ساعتها ندى اخته وهي بتصرخ بصوت عالي. طلعت الموبايل بتاعي من جيبي وشغلت عليه القرآن. ساعتها سمعت صوت صريخ، بس مش صوت ندى اختي، ده كان صوت تاني، صوت تخين ومرعب. نورت كشاف الموبايل وقعدت انده على ندى اختي والف في الشقه كلها ادور عليها. وفجاه لقيت النور جه، بس المنظر اللي شفته كان هيموتني. ندى اختي كانت متعلقه في الهواء وكانها نايمه، وفي جنبها خيالين سود وكانهم بيتخانقوا. وفجأة واحد منهم فصل دماغ التاني، واللي دماغه انفصلت ده نزلت منه مادة سودة. أنا شفت المادة دي قبل كده. أيوه، هي نفس المادة اللي شفتها الصبح على جسمي. بصيت ساعتها الخيال التاني لقيته بيبصلي. أيوه، أنا عارف شكل العين دي كويس. ده ممكن تكون هي. ايوه، هي دي عين مريم، نفس العين، بس مش نفس الشكل. ده كيان بشع جدا وشكله مرعب لاقصى الحدود. مستحيل دي تكون البنت الجميله اللي شفتها الصبح. وقبل ما استوعب اللي بيحصل لقيت الكيان ده شايل ندى وبينزلها على الكنبه. ساعتها نسيت كل حاجه وجريت على اختي. كانت بتحاول تفوق. لقيتها بتقول لي: ايه اللي حصل يا ناصر؟ انا جيت هنا ازاي؟ انت اللي تقولي لي ايه اللي حصل. النور قطع وانا ما لقيتكيش، وبعدين قعدت ادور عليكي وفجاه لقيت النور جه، ولقيتك متعلقه في الهواء وحكيت لي ندى كل اللي شفته. لقيتها بتقول لي: انت كنت قلت انك لازم تشغل قرآن وسبتني ورحت تفتح التلفزيون، وانا فجأة
لقيتني في مكان كله نار وصريخ وضحك وحاجات غريبة. وفي المكان ده لقيت اتنين شكلهم بشع جدا وكأنهم بيتخانقوا مع بعض. واحد منهم كان بيقول للتاني: انت بوظت المهمة، كان المفروض ده هتعملي حاجة معينة في البيت ده بس انت ما عملتيش حاجة، وهم بعتوني عشان اكمل اللي انت اصلا ما بدأتيش فيه. فرد عليه التاني ده وقال له: انا ما عملتش وانت مش هتعمل، ومحدش هيلمس البيت ده طول ما انا موجودة فيه، انت فاهم؟ روح بلغهم ان البيت ده بقى تحت حماية الأميرة مريم، ولو حد فكر يقرب منه هقتله. فبصيت لندى باستغراب وقلت لها: انت قلت الأميرة ايه؟ انت متأكدة من الاسم اللي انت قلتيه ده؟ يا سلام، يعني انت سبت كل ده ومسكت في الاسم؟ بس بالله عليك رد علي، الاسم اللي اتقال كان مريم؟ ايوه مريم، ومريم دي مسكت الكيان التاني ده واتخانقت معاه لحد ما فصلت دماغه عن جسمه، وبعدها انا فقت. هو ايه اللي بيحصل يا ناصر؟ انا احكيلك عشان ما تقوليش عليا مجنون. بعد اللي انا شفته ده مفيش حاجة هعتبرها جنان. وقعدت مع ندى وقعدت احكي لها كل حاجة من اول الكابوس لحد ما دخلت الشقة الغريبة. انا ما شفتش على وشها اي تأثير، يعني لا خوف ولا اندهاش ولا اي حاجة، كانت بتسمعني وبس. لحد ما خلصت كلامي لقيتها بتقول لي: طيب مين اللي انت بتحكيه واللي انا شفته ده وسمعته؟ واضح ان عمتك كانت عايزة تأذينا وعملت لنا سحر او حاجة لها علاقة بالجن، بس الجنية اللي جت تنفذ السحر ده حبتك، وهي دلوقتي اللي بتحمينا. وندى بتكلمني اتفاجئت ان مريم واقفة ورا ندى، كانت واقفة بهيئتها الجميلة اللي شفتها بيها الصبح، كانت بتهز دماغها بمعنى ان كلام ندى صح. ندى بعد كده اتكلمت وقالت: ايه يا ابني انت سرحت في ايه؟ هو في حاجة ورايا ولا ايه؟ انا مش ناقصة يا ناصر. وانت بقى انت فسرت الكلام ده منين؟ انا مشتركة في جروبات رعب كتير، وبحب اقرأ القصص عن الجن والشياطين وعن السحر والدجل، والصراحة انا لما شفت الكائن اللي كان عندي في الأوضة انا خفت لأكون انا حضرته وانا بقرأ اي قصة كان فيها يعني طلاسم، بس كده الموضوع مش مني انا عايز اعرف عمتك عايزة مننا ايه؟ ما تسأل كده الجنية اللي بتحبك دي. وندى بتقول لي كده. في الوقت ده سمعت صوت مريم، سمعت صوته في دماغه وهي بتقول: اختك عندها حق، بس انا ما اقدرش اقول لك السبب او ان عمتك كانت عايزة ايه منكم، لاني لو قلت هتحرق وهتكون من غير حماية، وانا بحميكم بروحي، ما تخافش يا ناصر. ندى قطع التفكير وقالت: يا عم انت بقى، انت هتفضل تسرح كده كتير. بقولك ايه يا ندى، قوم انت ادخلي اوضتك ونامي وشغلي قرآن، وان شاء الله مش هيحصل اي حاجة، وانا هدخل اريح شوية، اليوم النهاردة كان متعب جدا. انت شكلك كده الجنية بتاعتك عايزاك في موضوع على انفراد وبالزحلقني. ماشي يا سيدي، هسيبكم لوحدكم. وقامت ندى فعلا ودخلت اوضتها. بعد كده سمعت صوت قرآن طالع من عندها من الأوضة.
دخلت انا على اوضتي، كنت عايز اغير لكني كنت خايف، او مش عارف خايف ولا محرج. برضو حكايه ان في حد مراقبك ده وشايف كل حاجه بتعملها وانت مش شايفه، شعور غريب جدا. ببص في المرايه ساعتها لقيتها واقفه ورايا، فقلت لها طيب دلوقتي انا عايز اغير هدومي، ممكن؟ حاضر، هسيبك لوحدك اول ما تخلص. قول خلصت وانا هدخل هقف قدام الباب بره، واوعدك مش هدخل الا لما تقول. طبعا انا مستحيل اتاكد انك عملت كده، بس هصدقك. انا مش عارف اصلا ليه انا مصدقك. عشان انت عارف اني مش هكذب عليك، وعلى فكرة انا اسلمت، يعني انا مسلمة وحاربت عشيرتي كلها عشان خاطرك. استأذنك بقى. وسابتني مريم ومشيت ناحية باب الأوضة، خرجت منه من غير ما تفتحه. شغل جني بقى. ساعتها انا غيرت هدومي ورجعت قعدت على السرير شوية، وسمعت صوتها بتقول ايه ادخل ولا ايه؟ تعالي يا ستي ادخلي. طبعا انت بتسأل دلوقتي ازاي ده حصل، وازاي انا بكلمك عادي كده، وعارفة كمان ان في اسئلة كتير بتدور في دماغك، بس كل اللي اقدر اقوله لك اني بحبك، ومش متخيلة انك تكون مع حد تاني. طيب بس هو اهم سؤال عندي دلوقتي، عمتي عايزة مننا ايه؟ قلت لك يا ناصر ما اقدرش ارد على السؤال ده، في قوانين عالمنا لو قلت هتحرق وهموت، ومش مهم بالنسبة لي ده قد ما هو مهم اني بحميك. انا لو مت انت هتتعرض لحاجات كتير، اولها اللي عمتك مسلطاهم، واخرها عشيرتي اللي هقضى عليك ومش عايز اتكلمك عشان خاطري. طيب ماشي، عمتي وعرفت انها عايزه تاذيني، وهحاول انا افهم في ايه، لكن بقى عشيرتك انا مالي بيها؟ هو انا اللي قلتلك تعرضيهم؟ لا مش انت اللي قلتلي، بس انت السبب. طيب انا هسألك سؤال، ازاي تحبيني وانت من نوع وانا من نوع تاني؟ يعني ده حب اصلا مكتوب عليه الفشل، اكيد انت فهماني. لما قلت كده لقيت مريم شكلها اتغير، ابتدى يبقى بالشكل البشع اللي شفته من شوية في الصالة. حجمها ابتدى يتغير، بقى في نار طلع منها. قالت لي بصوت بشع جدا، مفيش حاجة هتحصل بينا هتفشل، انا بحبك وانت هتحبني، انا تشكلت لك بالشكل اللي انت عارفه، كل المواصفات اللي بتتمناها، حتى صوتي وصوت ضحكتي. خليتهم زي ما انت بتحب، تبقى عايز ايه تاني؟ انا ساعتها لقيت اعصابي كلها باظت، ما بقتش عارف ارد اقول ايه ولا اعمل ايه، لكني لقيتها بترجع تاني للشكل اللي شفتها بيه اول مرة، وقالت لي ارجوك ما تخلينيش اظهر قدامك بالمظهر ده تاني، انا حابة اخليك تشوفني بالشكل اللي انت بتحبه. طيب ممكن استأذنك تسيبيني انام؟ انا بجد مرهق جدا من كل اللي شفته النهاردة، ومحتاج ارتاح فعلا، بس زي ما وعدتيني انك مش هتشوفيني وانا بغير، ارجوك وعديني تسيبيني انام
لاني مش بعرف انام وانا حاسس ان في حد معايا. بالرغم من اني بحب اشوفك وانت نايم وكتير كنت بقعد اتفرج عليك، بس لو دي رغبتك فانا هخرج وهقعد بره، يعني تحسبا لو حاجة حصلت. غير كده انا مش هاجي جنبك ولا جنب اوضتك. انا متشكر لك. اول ما مريم خرجت انا قعدت افكر مع نفسي، ايه اللي انا فيه ده؟ انا بتكلم مع جنية وبستأذنها كمان انها تسيبني انام. الموضوع ده مش طبيعي، لازم الاقي حل، لازم الاقي حل ليه. طلعت تليفوني بسرعة وشغلت القرآن عليه وفتحت الواتس وكلمت واحد صاحبي من اللي بيحب الحاجات دي، كان دايما يكلمني على الجن والعفاريت. وبعد محادثة طويلة معاه قال لي الكلام ده مش هينفع، لازم تجيلي بكرة اجيب لك واحد شيخ صديقي عشان يفهم اللي بيحصل ويشوف لو ليه حل ولا لا. بعد ما خلصت معاه كلام ومن تعبي ورهاقي نمت والتليفون في ايدي. تاني يوم صحيت ودخلت الحمام عشان اخد دش، وانا خارج من الحمام شفتها واقفة قدام باب الأوضة وهي مبتسمة. انا معرفش ليه ابتسمت لها ساعتها. قالت لي ندى اختك صحيت من بدري ونزلت على المدرسة وانا مشيت معاها لحد ما وصلت لهناك واتطمنت ان محدش ماشي وراها او حتى بيفكر يأذيها. واضح ان التهديد بتاع امبارح جاب نتيجة. فرديت عليها وقلت لها انا مش عارف يا مريم اشكرك ولا اخاف منك ولا اعمل ايه بالظبط. انا قلت لك يا ناصر ما تخافش مني، انا مش هأذيك طالما انت معايا. انت دلوقتي تنزل شغلك؟ لا انا مش هنزل الشغل النهارده، في جماعة اصحابي جايين يقعدوا معايا شوية. احسن برضو اهو نقعد مع بعض شوية. انت مش كنت عايز تعرفني؟ انا هعرفك عليا. قالت لي كده وفجأة لقيت الشقة حالها اتغير، بقت تتهز جامد. لقيت مريم بتمسك ايدي وبتقول لي ما تخافش. بعد كده لقيت الدنيا كلها بقت نار، نار من كل حتة، كانت حر شديد، الحيطان كأنها كانت بتسيح، والأرض كأنها بتتشقق، السماء بقى لونها أحمر زي لون الدم. أنا ساعتها لقيتني واقف جنب مريم، وقدامنا قصر كبير جدا شكله من القصور بتاعة القرون الوسطى. ساعتها مريم قالت لي اهلا بيك في بيت المتواضع. بيتك؟ هو احنا فين بالظبط؟ انت دلوقتي في العالم بتاعي، انا واخداك معايا عشان اعرفك عليا وعلى العالم بتاعي، عشان لما نتجوز وتيجي تعيش معايا تبقى عارف كل حاجة. بس انا بس انت ايه؟ لا مش مهم، عرفيني بقى يا ستي. ايوة كده شاطر يا ناصر، تعال بقى. انا يا سيدي اميرة بنت ملك، ابويا يبقى ملك عشيرة بني الاحمر، اسمي ما كانش مريم ومش بحب اسمي القديم. لما اسلمت عشانك خليت اسمي مريم، وبرضو ده عشان انا عارفة انك بتحب اسم مريم. وطبعا حكاية اسلامي دي
قلبت الدنيا هنا، بس انا بنت ملك، محدش يقدر يعرضني في اي حاجه عايزاها. تقدر تقول عليا كده باللغه بتاعتكم يا بني ادمين، انا دلوعي ابويا، بعمل اللي انا عايزاه. طبعا ابويا غضب شويه، كان بيتوعد انه هيحرقني ويحرقك، بس لما عرف ان انا بحبك قد ايه عفى عنك. بس عشيرتي مش قادرين يسمحوا بده. ابويا بيقولي ان وجود البشر والجن مع بعض، وخصوصا في علاقة حب، مش منفعة متبادلة، ده شيء مميت للطرفين. بس انا مش قادر ابعد عنك يا ناصر، انت فاهم؟ انت فاهمني؟ انا بجد بحبك جدا. يعني انت ابوكي عايز يحرقني، واهل عشيرتك مش بيحبوني، وكمان جاية تنزلين عندكم؟ انا مش قلتلك طول ما انا جنبك ما تخافش؟ ربنا يستر. فجأة لقيت كأن البيت بيتبنى تاني، لقيتني في شقتي ومريم مش جنبي، كان في صوت خط على الباب. سمعت ساعتها صوت مريم في دماغي وهي بتقول لي: باب شقتك بيخبط، وفي حاجة منعاني ان اكون معاك، هو مين ده اللي جاي يزورك؟ كنت لسه هرد عليها ليه صوتها اختفى، قعدت اندع عليها لقيتها مش بترد. طلعت جري على الباب وفتحته، لقيته محمد صاحبي ومعاه راجل واضح انه كفيف، مش زي ما الناس هتتخيل بقى انه لابس جلابية بيضة ولا دقنه طويلة، لا لا خالص، هو كان لابس قميص وبنطلون عادي جدا، كان حالق دقنه. الغريبة رغم انه كان كفيف، بس اول ما دخل البيت كان عمال يبص شمال ويمين وكأنه شايف حاجة، بس شكل عينه بيقول انه كفيف. سلموا عليا الاتنين ودخلتهم الصالة وقعدنا، لقيت محمد زميلي بيقول لي: ها يا سيدي، في ايه بقى؟ احكي. الشيخ رحماني من الناس اللي بتعرف ربنا كويس، واول ما سمع الحكاية وافق انه يجي على طول. ساعتها رد الشيخ رحمن وقال: هي بتحاول تدخل او تسمع اللي بيحصل، بس انا مانعها، ولا انت موافق بوجودها؟ فرد عليه صاحبه وقال: هي مين دي يا شيخ؟ الكذابة بنت الملك الاحمر اللي ضحكت على صاحبك وقالت له انها اسلمت عشان يوافق يحبها ويتجوزها. عجبك عالمهم يا ناصر؟ عجبني يا شيخ، انا مش قادر اقول لا ولا ولا قادر اعمل اي حاجة، انا خايف وساكت عشان خاطر اختي وعشان خاطر انا كمان ما تأذيش. يا ابني الأذية من عدمها دي في ايد ربنا عز وجل. انا يا شيخ نفسي اعرف هي عايزة مني ايه بالظبط، وايه حكاية عمتي دي كمان، وعمتي عايزة تأذينا ليه؟ لا يا ابني حرام عليك، عمتك عمرها ما كانت عايزة تأذيكم، بس الجن العاشق بيبقى عايز حبيبه او حبيبته من الانس يبعد عن كل اهله وحبايبه عشان يقدر يستفرد بيه، وفي الاخر بيوصله للانتحار، ده لو ما حدش لاحقه. وان شاء الله يا ابني هنلحقك. يعني ايه يا شيخ؟ يعني هي مش الجن العاشق ده بيكون مع البنات بس؟ لا يا ابني، في حالات
يمكن هي نادرة شوية، بس بيبقى فيها الجن العاشق للرجالة كمان. في الوقت ده لقيت الباب بيخبط تاني، فقمت بسرعة عشان افتح، وانا معدي من قدام الشيخ مسك ايدي وقال لي: وانت بتفتح الباب اقرأ آية الكرسي وقول غير مسموح 3 مرات، وبعدين خلي اختك تدخل. حاضر حاضر يا شيخ. ورحت فعلا ناحية الباب وانا بقرأ آية الكرسي. فتحت الباب لقيت ندى اختي فعلا هي اللي على الباب، بس ساعتها شفت مريم واقفة وراها، فقلت بالظبط زي ما الشيخ رحماني قال لي اقول. فلقيت مريم ساعتها بتبصلي بنظرة غضب، نظرة تخوف جدا. فدخلت اختي ندى وقفلت الباب بسرعة وراها. لقيت الشيخ رحماني بيقول لي: اوعى تخاف منها يا ابني، ما تقدرش تأذيك إلا بإذن الله. احكي لي بقى اللي حصل ولا احكي لك انا؟ ساعتها اتكلمت اختي ندى وقالت: معلش بس انا معرفش مين ده. انا عارفة محمد صاحبك، لكن مين اللي معاه ده بقى؟ فرد عليها الشيخ رحماني وقال: انا اخوك في الله يا بنتي، اسمي رحماني، وجاي عشان نخلصكم بأمر الله من اللي قاعدين في البيت دول. هي وصلت يا ناصر انك تجيب دجالين للبيت؟ فرد عليها محمد صاحبي وقال: عيب يا ندى، الشيخ رحماني صديق شخصي ليا، وهو ولا بتاع دجل ولا سحر ولا الكلام ده، هو راجل يعرف ربنا كويس وبيحاول يساعد مش اكتر. طيب هو هتعمل ايه بقى يا عم الشيخ رحماني؟ قالتها ندى بطريقة فيها تريقة، عشان يرد عليها الشيخ: مش انا اللي هعمل يا ندى، ولا اقولك يا صفاء السماء. فجأة لقيت ندى وشها اتخطف وسكتت شوية، وبعدين اتكلمت وهي بتقطع في الكلام: صفاء ايه وسماء ايه؟ انت بتقول ايه؟ ماشي الراجل ده من هنا يا نصر. يا بنتي خلاص، اللي عملتيه، واحنا هنحاول نحل الموضوع، لكن لو ما حكيتلناش كل حاجة ولا انا ولا غيري هنعرف نلحقكم. احكي ايه بس؟ انتوا جايبين واحد يتهمنا باي حاجة وخلاص، وفي الاخر يقولك انا عايز ديك مسلوخ ورجل قطة مدبوحة والكلام العبيط بتاعهم ده، وتقول له مش هعرف اجيب، فيقولك اديني فلوس اجيب انا، وهو ده المطلوب مش كده؟ انت جاي تقلبنا حضرتك؟ اسمعي يا بنتي، انا ولا عايز اي حاجة من اللي قلتيها دي، ولا نبتاع الكلام ده، دي اخر فرصة ليك. قوليلي انت عملت ايه وعملتيه ليه، والا اقوم اطلع برا واروح، ووقتها كل اللي معجوز بره ومش عارف يدخل هيدخل، وانا وقتها مش هعرف اعمل حاجة، لان واحد من اصحاب البيت هو اللي سمح لهم يدخلهم. فهماني ولا اقول كمان؟ ولا اقولك تحب افرجك على اللي مستنيينكم؟ لا 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 ارجوك، انا شفت منهم كتير، انا خلاص مش قادرة. يبقى يا بنتي احكي لي اللي حصل وبسرعة. انا بحب اخويا ناصر قوي، كنت خايفة
انه يتجوز ويسيبني، او ان مراته تيجي وتشوف هو بيحبني ازاي وتغير مني وتعمل بينا خلافات. وفي يوم وانا فاتحه الفيس وبقرا قصه من قصص الرعب اللي بتتكلم عن الجن والسحر وكده، يعني لقيت القصه بتحكي عن طريقه تخلي الشخص ده ما يشوفش غيرك وهو ما يفكرش في حد غيرك. الفكره جت في دماغي اني اعمل كده مع نصر، وقتها هيبقى ليا لوحدي. بس المشكله كانت اني اعمل كده ازاي، وابتديت ادور بعمق اكتر لحد ما لقيت صفحه بتاعت واحد كلها غموض بيقول انه بيقدر يعمل كل حاجه متعلقه بالجن. حاولت اكتر من مره اني اكلمه بس ما كانش بيرد، وبعد ما فقدت الامل وقلت خلاص هشوف غيره، صحيت من النوم على خيال واقف قدام سريري كأنه شخص، بس كان كله سواد، ما فيش حاجة فيه لونها متغير غير عينيه كانت لونها حمرة زي الدم وما فيهاش نني، هي كانت كلها حمرة. طلع منه صوت زي الحشرجة كده، قال لي لو لسه عايزة اللي كنت بتدور عليه أنا هساعدك، بس لازم تنفذ الشروط. أنا ساعتها سكت وما كنتش أصلا فاهمة، أو ما كنتش فاكرة إيه اللي كنت بدور عليه، بس هو اختفى. سمعت الصوت في دماغي بيقول نصر. افتكرت ساعتها أنا كنت بدور على إيه، بس مين ده وازاي وصل لعندي؟ فضلت ايام بفكر في الموضوع لحد ما شفته تاني، شفته في الأوضة في الركن، قرب مني وقال لي لسه عايزة تعملي كده؟ فقلت له بدون اي تردد ايوه، عايزة ناصر ما يفكرش في الجواز ويبقى عايش معايا انا وبس. قال لي خلاص تنفذ الشروط. ولما سألته ايه هي الشروط طلب مني حاجات انا ما اقدرش اقولها، لو هيحصل ايه مش هقولها. الشيخ رحمان ساعتها قاطع اختي وقال لها طلب منك قماشة فيها دم حيض، واتفق معاكي ان كل شهر هتديله قماشة زيها، وطول ما انت بتدفعي هو معاكي بينفذ اللي انت عايزاه. إيه انت عرفت منين؟ والله صحيح، ما انت شكلك بتعرف حاجات كتير. المهم هو اتفق معايا ان في جنية هيخليها تقول لاخويا انها بتحبه وهتخليه يحبها، ويخليها تقنعه ان عمتي هي السبب عشان يبعد كمان عن عمتي وما يبقاش في حد غيري انا في حياته. ابتدى يحصل الموضوع فعلا، بس هو امبارح جالي الاوضه وطلب مني حاجه تانية وانا رفضت. عارف هو طلب ايه؟ طلب منك رغم رفضك بس اللي هو عايزه حصل، وانت السبب في كده. ساعتها اتكلمت انا وانا في قمة الذهول، انا بجد مش فاهم حاجة ومش عارف اقول حاجة. انت يا ندى تعملي فيها كده؟ انت عارفة انا بحبك ازاي، ومهما كان عمري ما كنت هبد عليك حد. عارف المشكلة فين يا ناصر يا ابني؟ ان الجن اللي ساعد اختك خان عهده معاها،
والجنية اللي كانت جيالك حبيتك بجد، فلما الجن اللي ظهر لأختك خان العهد، الجنية اللي جاتلك قتلته. واللي ما تعرفوش ان في حرب دايرة بين العشيرتين في عالم الجن دلوقتي، واختك هي السبب فيها، وايا كان مين المنتصر فهو ينتقم، الا في حالة واحدة. ايه هي يا شيخ؟ ابوس ايدك. اول هام تبقى من جواك متأكد ان المنجي هو الله ولا انا ولا غيري، وانت يا ندى تتوب يا بنتي لربنا وتستغفريه على اللي انت عملتيه وتسأليه يرحمك، اما الباقي بقى فهو علي انا. ساعتها قام الشيخ رحماني وقال بصوت عالي: دخلوها لوحدها. وفجأة لقيت مريم قدامي، لقيتها وهي غضبانة وبشكلها البشع، كانت بتبص للشيخ رحماني نظرة كلها كره وحقد. قال لها الشيخ رحماني: انتي ملكيش مكان هنا، ووجودك غير مرغوب فيه من اصحاب البيت، لازم تمشي وتاخدي العشيرة اللي بره دي معاكي، خلافاتكم في عالم الجن حاجة تخصكم، بني الإنس ملهمش دخل فيها. عشان ترد علي مريم وتقوله: انت ايه اللي دخلك اصلا يا اعمى؟ انت خرج نفسك من الموضوع ده، وإلا هأذيك أذية عمرك ما شفتها. ولا انت ولا عالم الجن كله بما فيهم ابوك الملك الاحمر تقدروا تعملوا لي حاجه الا باذن الله، وربنا مش بيرضى بالظلم. انا لحد دلوقتي بكلمك بالهدوء وباللين، اسمع الكلام بدل ما عاملك باسلوب مش هتقدري عليه. و في الوقت ده مريم قطعته وقالت: انت بتهددني؟ انت مش عارف انا مين ولا بنتي مين؟ انت مش عارف اني اقدر اقلب البيت ده عليه واطيه؟ انت مش فاهم اني ممكن اقضي عليك بحركة واحدة من صباعي؟ ساعتها ابتدى شكلها البشع يبقى ابشع وابشع، وجسمها يبقى ضخم جدا. لقيت الشيخ رحماني بيقولها: انتي لو تقدري تعملي حاجة كنت عملتيها، وانت عارفة اني انا اللي مش عايز يعمل حاجة وساكت عليكي. فزي زي ما بقولك بهدوء، سيب البيت واهله وخلافاتكم حلوها في عالمكم. فجأة لقيت الجدران بتسيح، نفس المنظر التاني، بس المرة دي لقيت نفسي أنا والشيخ رحماني وندى واقفين في صحراء، زي ما يكون في جيشين واقفين قدام بعض، وكأنها حرب. لا، مش كأنها، هي فعلا حرب، أشكال مخيفة ومرعبة جدا، ومعاهم أسلحة أول مرة أشوفها. ساعتها مريم اتكلمت وقالت: الحرب هتبدأ دلوقتي، والمنتصر هينتقم منكم، إلا لو أنا اتدخلت، والحل الوحيد إن ناصر يوافق يعيش معايا هنا. فرد عليها الشيخ رحماني وقال: الطلب مرفوض، مستحيل انسي يعيش هنا، وانت عارفة كده كويس. لا، في حل وانت عارفه كويس، ولو ما وافقتش عليه هيحصل،
بس هيبقى بطريقة أبشع، وهيروح فيها ناصر واخته، مش ناصر بس. ساعتها اتكلمت انا بزعيق، لا اختي اختي لا، قوليلي قوليلي ايه هو الحل وانا موافق عليه. عين مريم لمعت وقتها، قالت اهو موافق، اطلع انت بره يا شيخ، الحل سهل وبسيط، ده لو عايز تحافظ على حياة اختك. فرد عليها الشيخ رحمان وقال اسكت يا كذابة يا بنت الكذابين، اوعى تمشي ورا كلامها يا ناصر، قلتلك ما حدش بيأذي الا بأمر الله. برضو يا شيخ بتتدخل، قلتلك اطلع انت بره الموضوع، هو حبيبي وهيعيش معايا هنا، تعالى تعالى يا ناصر يا حبيبي، وانا هقولك ازاي تقدر تيجي هنا وفي نفس الوقت تحافظ على ندى اختك الجميلة. كل الكلام ده كان بيدور، وندى اختي واقفة ساكتة ومصدومة من اللي بيحصل، بس فجأة لقيتها بتتكلم وبتقول لا لا يا ناصر، لا انا عملت كل ده عشان تكون معايا، وانا السبب في كل ده، فلو هيحصل لي حاجه هيبقى جزائي، لكن اوعى تسمع كلامها، انا عارفه هي عايزه ايه، عارفه هي عايزه ايه يا شيخ، امنعها امنعها يا شيخ، انت اخطر واحد تقدر. اتكلمت انا ساعتها وقلت انا ما عنديش حد اهم منك يا ندى، ولو اللي هعمله ده هيحافظ عليكي انا موافق موافق مهما كان، حتى لو كانت روحي هي التمن. بالظبط يا ناصر، روحك هي التمن، انت هترجع العالم بتاعك دلوقتي وهتذبح نفسك، وانت بتذبح نفسك هتقول انك قربان، قربان ليا انا بنت الملك الاحمر، وبكده روحك هتنزل هنا عندي وهتعيش معايا. ايه انتحر وكمان هموت نفسي قربان ليكي؟ لا اكيد اكيد في حل تاني. في الوقت ده لقيت مريم طلع من بقها لسان زي لسان التعبين، كلامها بقى زي فحيح التعبان، قالت لي مفيش حل، الحل الوحيد ده، والا هأمر ببداية الحرب، وفي النهاية المنتصر هيقضي عليك وعلى اختك. ورفعت ايدها لفوق وقالت لو ايدي نزلت الجيشين دول هيبتدوا حرب وهيموت فيهم كتير، واللي هيكسب هيبقى فقط كتير، واللي هيخسر هيبقى فقط اكتر، وانتقامهم الوحيد هيبقى فيك انت واختك. شوف بقى انت عايز انهي حل، انزل ايدي ولا حل الموضوع. فجأة لقيت الشيخ رحماني ابتدى يقرا قرآن، لما قرا قرآن لقيت مريم بدأت تصرخ، لقيت الجيشين اللي على الارض تحتهم بتتهز. ساعتها مريم قالت اسكت اسكت، اللي بتعمله ده غلط، انت هتموت واللي معاك هيموتوا، انت في العالم بتاعي، فاهم يعني ايه في العالم بتاعي؟ فرد عليها الشيخ رحمان وقال انا عارف انا فين، بس برضو عارف انا معايا مين، انا معايا الله الواحد القهار.
أول ما الشيخ رحماني قال كده لقيت الأرض بتتفتح وبتبلع الجيشين. لقيت مريم جاية جاري بتهجم على ندى، كانت هتسحبها معاها. أنا ساعتها جريت عليها ومسكتها من رجليها. مريم كانت بتحاول تشدها لكني أنا كنت ماسك فوختي جامد. سمعت ساعتها الشيخ رحماني وهو بيقول اقرا يا ابني اقرا يا ناصر، انت بالقرآن اقوى، اقرا يا ناصر. ابتديت فعلا ساعتها اقرا. قريت سورة الفاتحة وقريت آية الكرسي، قريت كل القرآن اللي اعرفه، قعدت اقول وعيد فيه. ساعتها لقيت مريم سابت اختي، كانت عماله تصرخ من الالم. فجاه لقيت خارج من تحت الارض كرسي ضخم، كرسي عليه كائن بشع ابشع ما يكون، انا ما شفتش في بشاعته قبل كده. ساعتها طلع منه صوت قوي، صوت هز المكان كله، كان بيقول سكوت سكوت. انا ساعتها كنت بحاول اكمل قرايه، لكن الكائن ده كان مستمر في كلامه بيقول سكوت سكوت يا انسي. فساعتها قلت له اسكت اسكت ليه؟ انتوا عايزين تموتوني انا واختي، مستحيل مستحيل اني اسكت. ساعتها الشيخ رحماني وجه له الكلام وقال بنتك هي اللي غلطت يا احمر. سكت انا شويه بحاول استوعب هو ده الملك الاحمر فعلا، ملك العشيره. ببص على مريم ساعتها لقيتها راقعه قدامه في الارض. اللي اتبقى من الجيشين كانوا برضو راقعين كلهم قدامه. يبقى صح، يبقى صح كده، ده هو الملك الأحمر. اتكلم ساعتها وقال الإنسية غلطت الأول لما طلبت واحد من عالمنا عشان يعمل لها سحر. فرد عليه الشيخ رحماني هي كانت بتدور على واحد من بني الإنس. احنا وجودنا وسطكم بقى حتمي، ما بقيناش موجودين بالطريقة القديمة، بس لا بقينا نقدر نسخر منكم ناس يدخلونا للعالم الافتراضي بتاعكم، واللي هي كانت بتطلب منه المساعدة كان واحد مننا مش انسي زيكم، وهي عجبته لانها لما سمحت له يدخل بيتها شافها وهي في الحمام، وشافها وهي بتغير احلوت في عينه، ودي كانت غلطته لانه دخل مشاعره في الشغل، ووقت ما اجتمع بيها كان ده السبب انه لازم يموت. بس بنتي لما موتته ما كانش السبب هو غلطه، كان السبب انها حبت الانسي اخو البنت، ودي كمان غلطتها. وانا هوصل معاكوا اتفاق، هترجع يا رحماني انت والانسيين معاك في سلام، وهتتعهد قدامي انك ولا تحرق ولا تقتل اي حد من عشيرتي، والعهد مني اني مفيش حد من عشيرتي هيتعرض لهم، ولو قابلوك في اي وقت يبعدوا عنك وننهي الحرب دي. فرد عليه الشيخ رحماني موافق، وناصر واخته موافقين. تمام، اما انت يا زغيدة
فليك عقاب وعذاب مرير لكل الأخطاء اللي عملتيها. صفضوها وعلى السجن ودوها. ساعتها اتكلمي الزغيدة واللي المفروض انها مريم. اوعى تفتكر ان كده خلاص يا ناصر. انا هرجع لك تاني ومش هسيبك. انتهى الامر، الى السجن يا زغيدة. وفجأة الحال اتبدل، احنا لقينا نفسنا في شقتنا تاني. لقيت محمد صاحبي قاعد يفوق فينا وعمال يعيط. اول ما فتحت عينيا جري عليا وقال لي: ايه يا ناصر، ايه اللي حصل؟ انا كنت خلاص هموت من الخوف. انا ولا عارف انتوا ميتين ولا عايشين. حسيت اني حطيت نفسي في مصيبه. انتوا الثلاثه عينيكوا قلبت ابيض خالص وتخشبتوا. حاولت افوقكم، قريت قران بس ما كانش في حاجه بتحصل. ايه اللي حصل؟ قولولي طمنوني. فرد عليه الشيخ رحماني: حصل كل خير. يا ريت يا ناصر يا ابني تحافظوا على صلاتكم وصلتكم بربنا، وانت يا بنتي ابعدي عن العالم ده. طول ما انت بعيد عنه هو بعيد عنك. لو دورت وراه هتدخليه غصب عنك. وزي ما سمعت ان الملك بتاعهم هما بقوا موجودين في كل حتة، حتى في الاماكن اللي احنا متخيلين انها للبشر وبس، زي الانترنت ومواقع التواصل. فكلمت ندى اختي وقالت: انا بجد اسف، ارجوك يا ناصر سامحني ونبدأ من جديد على كل خير. فرضيت عليها: انا ما اقدرش اعمل لك حاجة غير اني اسامحك ونبدأ من جديد. تمت.